الله يسلمك. الحكي انا ما حبيت اقول ليش ما نغير الموضوع؟ الكلام هذا ترى يهيج الحساسية في القولون. الله يحفظك. الله كبر. هي عرفة ان القولون يجي من الرحم. ما هو خبرت الفلوس انها تهيج القولون. اتقلوني هذا انا وهو وانا حرفيه. نغير الموضوع. طيب نلغي السفر لأوروبا نخليها السعودية. صدقني ما راح تكلف ولا 30,000. طيب 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 وانا ما من وين اجيب 30,000 يا رموز؟ انا راس مالي ما عندي الا هالسيارة وكارتة اللي عند الباب. ما تجيب له 10,000. بس الله يحفظك. اتسلم يا خليفة الرجال يتصفح. يعني دليني الله يحفظك. اجيني اعطيني مخطط من عندك. قولي له شو اسوي يا اخي. تكلم الدين وبعدين اسدد. اقول انا طالع قبل ما اسدد. اقول يا اخوي انت انصحت بالسياره. لا يمكنك الله يحفظك.